شهدت المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير الانتهاء من رفع التراكمات بكمية فعلية تصل إلى نحو 325 ألف طن قمامة. يأتي ذلك ضمن أولويات عمل الحكومة لإعادة الشكل الجمالي للمحافظات والوجه الحضاري للشارع المصري، من حيث رفع التراكمات بها خاصة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مما يساهم في إظهار المتحف كمنظومة متكاملة من الداخل والخارج.